إن العزم أن تحيا الجزائر هي الجملة التي دائما ما يتفاعل معها بقوة لاعب وجمهور الجزائر أثناء عزف النشيد الوطني لمحاربي الصحراء في بطولة كأس الأمم الأفريقية لتشعل عزيمة اللاعبين وإصرارهم، الأمر الذي ينعكس على طريقة لعبهم وأدائهم داخل المستطيل الأخضر في بطولة وصفت بالاستثنائية لمحاربي الصحراء. استطاع منتخب الجزائر حتى الآن في المونديال الأفريقي كتابة أرقام قياسية، فهو الأقوى هجوما في البطولة بعدما سجل لاعب الخضر 12 هدف، كما لم تهتز شباكهم سوى بهدفين فقط خلال 6 مباريات، فضلا عن بلوغ المباراة النهائية أمام السنغال. الجميع على قلب رجل واحد داخل المنتخب الجزائري، هو التشبيه الأمثل لما ظهر عليه المنتخب الذي يصفه كثيرون بأنه الأفضل خلال البطولة. فجميع اللاعبين سواء داخل المستطيل الأخضر أو على دكة البدلاء لديهم نفس الهدف بنفس العزيمة والإصرار، وهو تحقيق المكسب في كل مباراة، الأمر الذي ظهر على بغداد بونجا حينما دخل في نوبة بكاء بعد ضياع ركلة الجزاء أمام كوت ديفوار. الحال ينطبق على جمالي بالماضي المدير الفني للجزائر عندما ترصد الكاميرات طريقة انفعالاته وتأثره بأحداث المباراة، فضلا عن دموعه التي لم يقدر على أن يتحكم بها بعد مباراة ماراثونية أمام كوت ديفوار، بالإضافة إلى عدم قدرته على الوقوف خلال تنفيذ رياض محرز للضربة الثابتة في آخر الدقائق بمباراة نيجيريا. كل هذا يوضح خوف اللاعبين والمدير الفني على مصلحة منتخبهم. نتائج مبهرة لمنتخب عربي شقيق استطاع الوصول للمباراة النهائية لأمم أفريقيا عن جدارة، فهل يضرب محارب الصحراء موعدا مع التاريخ ويحقق اللقب الغائب عن الخضر منذ ما يقرب من 30 عاما؟